متسابقين ناخذ وعد عبد العزيز القرني معنا كنترول. تفضل يا عبد العزيز القرني. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اوعدكم اني فنان واني كويس واني يعني ان شاء الله اني احسن واحد واصبروا واكون عند حسن الظن. ايوه اكون عند حسن الظن، هذه اهم حاجه. سبح حسن الظن يا محمد. هلا محمد، وش سالفه الوعود دي امتحنتونا بها؟ متسابقين كلهم عاني. كلهم عاني يا محمد، يعني جاي كل المتسابقين نفس الوقت 8 وما تعرف اسم حافظ، مش فاهم يعني. انا ما ادري صحيح انك يعني محضر جيد، ما ادري، بس احس ان الفقره هذه تضيع وقت يعني. يلا صوت تضيع وقت يعني، ما منها فائده. المتسابقين يعني ما انتقد المتسابقين، انتقد الفقره نفسها. وش يوم طلعوا كلهم الا نفس الوعود، واني اكون عند حسن ظنكم، واني انا احسن واحد، واني 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 ما. طيب كلمنا عن مواهبك، ايش توعد الجمهور؟ انا قلت لك وعدي قبل شوي اني اكون احسن واحد، واني في الصف الاول امام، واني فنان. هذا الوعد حقي. واني اكون عند حسن ظنكم واجملكم. القرني اصدر ذي. طيب يا سعد، الله الخير. نرجع لموضوع السفر، محب للسفر. ها جواز السفر حقك كم مره غيرته؟ سعيد.